اهلا البنات، كيف ديري؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناه ديالي الموافق غوسيب. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم طاجين ديال اللحم بالبرقوق، كيجي معسل ورائع المذاق بخطوه جد سهله وبسيطه. ما نطولش عليكم، غادي ندوزو المقادير. عندنا جوج بصلات مقطعين، القليل من الابزار، فلفل احمر، عندي هنا كزبر ومعدنوس، عندي الملح وضامة ديال زعفران، عندي الكركم، وعندي الزنجبيل، عندي العواد ديال القرفة، فقط القليل، خمس فصوص ديال الثوم، عندي شوية من القعقلة، عندي سمن الحار، ثم زيت الزيتون. دابا غادي ندوزو لطريقة التحضير. عندي هنا تقريبا كيلو ونص ديال اللحم، غادي نضيف عليه ملعقة صغيرة ديال الإبزار، ثم القليل من زيت الزيتون، تبعوا هاد الطاجين خطوة بخطوة وان شاء الله غادي يجي رائع وغادي يعجبكم. غادي نضيف ملعقة صغيرة ديال الزنجبيل، ملعقة ديال الكركم، ثم ملعقة صغيرة ديال الفلفل الأحمر، ملعقة صغيرة ديال الملح، ما تكونش عامرة بزاف باش ما يجيناش مالح بزاف، عندي هنايا الفصوص ديال الثوم يكونوا مفرومين، وغادي نلوح عويدات ديال القرفة كينسمو لينا الطاجين ديال اللحم. صافي، غادي نضيف القليل من السمن الحار والقليل من قعقلة، غادي نضيف دامة ديال الزعفران حتى هي كتخلي لينا الطاجين يجي لذيذ. صافي، غادي نحرك الكل باش تدخل ليا هذيك الاقامه في اللحم، نحركو مزيان. غادي نضيف القليل من الماء ونعاود نحرك المكونات. هنا غادي ندوز باش ندير البرقوق يتسلق، درت معاه عود ديال القرفه هو والبيض، درتهم يتسلقوا. هنا من بعد ما زدت شوية القليل ديال الماء ضفت عليه البصل. صافي، غادي نخليهم يتشحروا. غادي نضيف القزبر ومعدنوس، وغادي نحرك الكل.
صافي دابا غادي نضيف الماء وغادي نسد على الطاجين وغادي نخليه يطيب. هنا من بعد ما طاب لي الطاجين ديال اللحم مزيان، سمحوا لي ما بينتش لكم ملي ضفت السكر على البرقوق، مهم دفشوا عليه من بعد ما طاب وتسلق حتى البيض قطعته انصاف وزوقت به اللحم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش تبارطاجيو مع احبابكم وصحابكم، والى كنتو جداد ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد من الوصفات والفيديوهات. سلامه.